موعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمي جديدة برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود، وترنيمتنا اليوم اسمها يا غاسل أرجل عبيدك. كنت بتأمل في خميس العهد أو خميس الأسرار أو خميس العشاء السري، في هذا الإله العظيم رب المجد يسوع المسيح، اللي لو رنمت له بكل لحظة من حياتي ولو شكرته بكل لحظة مش رح أقدر أو في 1% اللي عمله معي. هذا الإله العظيم اللي قبل ما يتوج كل أعماله بالصليب كان عامل عجائب، وكان عامل معجزات، وأقام موتى، شفى مرضى، عالج خطايا في المجتمع، سامح، غفر خطايا، عمل أعمال ما بيعملهاش إلا إله. ولازم أقول إلا الله، لأنه ما كانش أي إله، هو الله الظاهر في الجسد. بعد كل هالأعمال بيجتمعوا التلاميذ للعشاء الأخير، يسوع المسيح بعد العشاء يغسل أرجل التلاميذ. يا رب معقول تغسل أرجل التلاميذ؟ وبقرأ كنت في إنجيل مرقس الإصحاح التاسع العدد 36 بيقول: فجلس ونادى الاثني عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا يكون آخر الكل وخادما للكل. يا رب هاي بعكس كل شيء احنا بنعرفه كبشر وككبرياء بشري. أنت الإله العظيم، الرب السيد، تصير أقل العبيد وتغسل أرجل تلاميذك عشان يعلمنا. أنت لما تتكلم على المحبة لازم تعطي كلك. المسيح أعطى كله في المحبة عشان يرسم صورة الصليب، عشان يرسم صورة المحبة اللي ظهرت فيها الصليب العظيم، ورجانا أول الاتضاع إلى أوطى الحدود. ما كانش أي عبد يغسل أرجل الأسياد، كان عبد بالذات هو له أوطى وظيفة بالعبيد. فتصور سيدي رب المجد يغسل أرجل العبيد عشان يعلمني أنا ويعلمك أنت اليوم، أنه إذا أردت أن تتبع المسيح وأن تكون خادم تنكر نفسك. هاي إنكار النفس، أنه شو أهميتي، شو اسمي، شو مركزي، وتنزل إلى مستوى أوطى مما تتوقع ممجدا السيد. أنت بتنزل، ربك بيرتفع لما بتعطيه المجد. ساعدنا يا من غسلت أرجل تلاميذك وأنت السيد، يا من تنازلت وأخذت صورة عبد. ساعدني أنا العبد اليوم أني أعيش عبوديتي صح لك، حتى أمجدك في حياتي كسيد تسود وتتمجد وتملك على كل حياتي. في اسم المسيح بصلي إلي وإلكم، آمين. تعالوا نسمع الترنيمة مع بعض. ترنيمة وعود، thank you.
غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد سيد والكون كله في ايدك لا لك قبل ولا لك بعد يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد سيد والكون كله في ايدك لا لك قبل ولا لك بعد تتنازل وتصير خدام مع انك ملك الملوك لا تعلم مش بالكلام الخدمة محبة وسلوك تتنازل وتصير خدام مع انك ملك الملوك لا تعلم مش بالكلام الخدمة محبة وسلوك ننحني لك باحترام نعطي لاسمك كل المجد يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد سيد والكون كله في ايدك لا لك قبل ولا لك بعد يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد سيد والكون كله في ايدك لا لك قبل ولا لك بعد لما مريم سكبت الطيب قدروا انه غالي تسكب نفسك يا حبيب والعالم لا مبالي لما مريم سكبت الطيب قدروا انه غالي تسكب نفسك يا حبيب والعالم لا مبالي وتسعى تكون منا قريب واحنا نتفنن في البعد يا غاسل أرجل عبيدك انت السيد صرت العبد سيد والكون كله في ايدك لا لك قبل ولا لك بعد يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد سيد والكون كله في ايدك لا لك قبل ولا لك بعد نفسك باختيار للسرور اللي أمامك واليوم أمامك بختار أعيش لك عبدك خدامك تخلي نفسك باختيار للسرور اللي أمامك واليوم أمامك بختار أعيش لك عبدك وخدامك بدمك الطاهر يا بار مع شعبك جددت العهد يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد سيد والكون كله في ايدك لا لك قبل ولا لك بعد يا غاسل أرجل عبيدك وانت السيد صرت العبد سيد والكون كله في ايدك لا لك قبل ولا لك بعد زي ما لاحظتوا ترنيمة يا غاسل أرجل عبيدك كانت على مقام الكرد من درجة الري أو الدي مقام الكرد ما فيش أرباع ما فيش سيكا فيه كله نوتات ناتشرال فيه B-flat, F, G, A, B-flat, C, D. وقبل ما أترككم مع تقسيمة عود بشكر رب اللي بيعطينا فرصة دايماً إنه نكون في محضر ونتذكر شو عمل عشاننا عشان نقدر نشكر صح ونعبد صح ونسبح صح
صدقوني أساس العبادة والتسبيح والتهليل هو قلب منكسر لكن ممتلئ ومرفوع بالشكر لهذا الإله العظيم. صلي دائما يملى حياتك ويملى قلبك بالشكر، لأنه بالشكر تقدر تشوفه أكتر وتقدر تعاين نور هذا الإله العظيم. كل ما نقيت من نفسك وكل ما عبيت أكتر منه هو تقدر تشكر أكتر، لأنه ما بتشوف إلا إحسانات في حياتك وإلا مراحم تتجدد في كل صباح. لك المجد، لك المجد يا من غسلت أرجل عبيدك، أشكرك وسبحك وأمجدك وأسألك أن تبارك أخواني وأخواتي المشاهدين وتباركنا يا رب وتكون معنا وتدوم فينا دائما. بترككم، سلام المسيح يكون معكم ويدوم فيكم. ترنيمة وعود.